مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء دافئة ومشمسة في أغلب المناطق، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 17 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة نسبيا، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 8 درجات، نسبة الرطوبة رح تكون 76%. غدا النهار رح تكون الأجواء دافئة ومشمسة، رح تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار 17، بالليل رح تنخفض ل 9 درجات. يوم الثلاثاء والأربعاء رح تكون الأجواء غائمة خلال ساعات النهار، مع احتمالية هطول زخات من الأمطار خاصة ليلة الأربعاء، رح تسجل درجات الحرارة نهاراً 18، بالليل رح تنخفض ل 9 درجات. نصعد درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية، رح تسجل بإربة 9 غدا 22، عجلون 10 غدا 20، جرش 10 درجات وغدا 20 وأجواء مشمسة. المفرق 7 درجات غدا 18، الزرقاء 6 درجات غدا 18 وأجواء معتدلة. مطار ملك علياء أجواء باردة 6 درجات هاي الليلة، غدا 19، السلطة 11 غدا 20، مادبا 6 درجات وغدا 19 وأجواء معتدلة. البحر الميت 12 غدا، أجواء مائلة للحرارة 28، الكرك 7 غدا 16، الطفيلة 10 درجات وغدا 17 درجة. معان أجواء ضبابية هاي الليلة 5 درجات غدا 16، مدينة العقبة 15 وغدا 28 وأجواء مائلة للحرارة. رويشد أجواء شديدة البرودة هاي الليلة 3 درجات وغدا 18 وأجواء معتدلة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح يكون في ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، استمرار الطقس مستقر حتى يوم الأربعاء، وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع الحالي. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك لنا. شكرا جود.